اسالك انت في بدايه حوارك معايا قلت اللي انت يعني كنت عارف ان كان في مباراه ما بين الاهلي والزمالك في الامارات. هل تابعت مباراه الاهلي والزمالك في الامارات السوبر المصري ولا لا؟ Look, Egyptian Super Cup, كاس okay? السوبر المصري. And always I follow الأهلي والزمالك. وانا اتابع دائما الاهلي والزمالك، ولكن للاسف هذه المباراه لم اشاهدها، فقط شاهدت ملخص المباراه او افضل اللقطات في المباراه، وضربات الترجيح شاهدتها معاده. أحد أصدقائي في مصر أرسل لي الفيديو حوالي 4 أو 5 لقطات مهمة ثم ضربات الترجيح، والحقيقة عندما رأيت أن الزمالك قبل ضربة الترجيح أن الزمالك أضاع ركلة ترجيح أخيرة والأهلي استطاع أن يسجل. الأهلي والزمالك مثل برشلونة وريال مدريد، مثل فلامينغو وفلومينينسي، إن مثل ليفربول وأرسنال. يا إلهي، كل من هو في العالم يحب أن يشاهد كرة القدم المصرية. أنا لعبت كثيرا أمام المنتخب المصري، لعبت كثيرا أمام الأهلي والزمالك في كأس العرب، وعندما كنت أعمل في إفريقيا وأيضا كأس الأمم الإفريقية، واجهت منتخب مصر والفرق المصرية كثيرا وأعرف كرة القدم المصرية. الأهلي والزمالك هو ديربي كبير جدا يستمتع به الجميع. في بعض الأحيان تجد 70,000 متفرج موجودين في الاستاد. هذه مباراة عظيمة جدا. أنا كنت في مصر وشاهدت مباريات في الدوري المصري كثيرا، لأني كنت أنا مشجع لكرة القدم المصري. وفي إفريقيا كنت أعمل مع نيجيريا وغانا وليبيريا، وجورج ويا كان يلعب تحت قيادتي، كان عمره 20 عاما مع المنتخب الأول في ليبيريا، وأصبح لاعبا كبيرا جدا. ثم الهلال السوداني. والله أنا مشجع كبير لكرة القدم يعني المصري. مين من اللعيبة المصرية اللي أنت تفتكرهم اللي في ذاكرتك ويعني كانوا لعيبة مميزين؟ عندما زرت مصر لأول مرة لعبت أمام المنتخب المصري. أنا لا أنسى هؤلاء اللاعبين أبدا. حسام حسن، ولا يمكن أن أنسى لاعب مثل حسام حسن. والآن هناك شيكابالا وزيزو، زيزو يا إلهي، الشناوي حارس المرمى. هناك لاعبين كبار في مصر. يعني ما شاء الله معلوماتك جميلة جدا، وأنا سعيد اللي أنت حضرتك راجل برازيلي ومتابع الكرة المصرية، وإحنا كمان بنحب المنتخب البرازيلي جدا وبنحب الكرة البرازيلية وبنحب المدرب البرازيلي دايما. عندنا في مصر على طول المدربين البرازيليين هم الأنجح يعني، وهم المميزين جدا.